بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة قسم الرياضيات المرحلة الثالثة. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة لإدامة محاضرات الماتلاب. في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى تكملة المحاضرة السابقة اللي هي الأفكونديشن والخيارات اللي توقت عندنا. نبدي الستيتمنت الأخرى أو if condition الأخرى راح نستخدمها هي if else and. احنا بالمحاضرة الحضورية وضحنا الها، راح نجي نوضحها بشكل أعمق. أول خطوة ناخذ الفلو تشارت مالتها وهو هذا على يسار الصفحة. أول ما ندخل أي جملة عندنا أو أي expression عندنا نريد ندخلها على الـ if condition، نريد نشوفها انه هي true or false، يعني هل هي صحيحة العبارة او خاطئة. اذا كان العبارة صحيحة فندخلها على if condition ويطلع لنا مباشرة الجواب، واذا كان لا اكو عبارة اخرى ثانية يعني كود اخر يعني expression اخر. هذا expression آخر عندنا نقدر نسوي له ندخله إلى else، وهذا else نعطيه كود مالته ومن ثم نقول له end. الكتابة مالته بهالشكل هذا if expression مالتنا دور الـ statement الـ expression مالتنا، ومن ثم نروح على الـ statement، أو من بعد الـ statement ندخل إذا كانت صحيحة أكيد راح ندخل شنو else وراء، من بعد ال else نعطي condition الآخر أو expression الآخر اللي هو يا هو وال statement وياها ونقول له الدور end. هذا الكلام أنتم ما قاعد تفهمون علي أكيد، بالمثال يوضح أكثر. فرضا لو عدنا قيمة A هي عبارة عن 100، قيمة A جد عبارة عن 100، أريد نختبر الـ 20 ونختبر قيمة الـ A، نريد نشوفها هي وين واقعة وش قد قيمتها. راح نجي نقول له هنا F الـ A أقل من 20، إذا كانت A أقل من 20 إيش راح تعطيني؟ قل لي إنه الـ A هو أقل من 20. Else قل له برنت اف برنت ال اي از نوت ليس ذان 20. هذني عبارات شرطيه ستيتمنت اريدها تطلع لي بالطباعه، واطلع خارجها تطلع لي قيمه الاي. احنا نجي نشوف نشوف الناتج مالتنا ايش طلع لنا هنا. تلاحظون الناتج حتى تفهمون الكونديشن اي از نوت ليس ذان 20، اذا اي هي لا اقل ليست أقل من 20. قيمة الـ A قد هي 100. هنا الـ condition إذا أخرته أنا أختبر قيمة الـ A هي تقع ما بين أقل من 20 لو أقل من 20، هاي قيمتين أقل من 20 إذا كانت قيمة الـ A أقل من 20، وإذا قيمة الـ A مو 20. هذا مثال بسيط، يعني راح أدخل A أقول له A عبارة عن 100، أقول له F الـ A أقل من 20، شوفون هنا الـ A هي 100 أقل من 20، لا هي مو أقل من 20، إيش يطلع لك؟ A هي مو هي ليس ذان 20، أقل؟ لا مو أقل، أنا A هي أكبر من 20، إيش راح يقول؟ A is شنو؟ ما يتحقق هذا الشرط، وين راح يروح؟ راح للشرط الثاني is not less than 20. يعطيكم يا خيار يعطيكم خيار الثاني، ليش ما اعطانا الخيار الاول؟ فرضا لو دخلنا قيمة الـ A 5، راح نقول if 5 اقل من 20، اذا كتبنا A اللي هي 5 اقل من 20، نعم اقل من 20، ايش راح يحقق لك يا شرط؟ راح يطبع لك يقول لك الـ A هي اقل من 20
وهي قيمتها 5. يطبع مكان هاي كلمة 20، فنجد اللي نخلي وياه الشاخطة اللي وياه فارزة ونكتب الأي يطلع لك 5. يعني نضيف على هذا المثال، نضل هنا فارزة خلي الأي يطلع لنا 5. else عدا هذه القيمة، يعني أي قيمة اللي هي مو أقل من 20، قل لي هي مو أقل من 20، A is not than less than 20. عادة ذني إذا ما حققت ضع لي قيمة الـ A. قيمة الـ values قد طلعناها قيمتها 100. يعني أقدر ألغي هاي العبارة وأقدر أخلي الـ A وين هنا هاي كلمة الـ A أخليها هنا بفارزة، وأقدر أضيف الـ A هنا بفارزة ضع لي قيمة الـ A وياه. واضحة؟ أطبقها بالماتلاب أثناء تطبيق الماتلاب، تكون هذا المثال كل الأمثلة اللي راح ناخذ اليوم أطبقها بالماتلاب مباشرة، ونبدأ نغير بقيمة الـ A حتى نفتهم الكونديشن شلون صار. أعتقد واضح هذا المثال، إذا ما واضح أعيده مرة أخرى. العبارة اللي بعدها هي if else if else if else and. أول شرط expression الأول، الشرط الأول، ومن ثم عبارة وراء، الدور الشرط الثاني، ومن ثم عبارة وراء، والشرط الثالث، ومن ثم عبارة وراء، وعدا هذين الشروط الثلاثة، هذين يكونون ترو ترو، إذا تحقق نفذ للشرط، إذا تحقق نفذ للشرط، عداهن يعني إذا غير هذين الصحيحات الثلاثة نفذ لي الشرط الأخير اللي هو عداهن. ناخذ مثال، عندنا قيمة الـ A جيت هنا أنا هم ناخذ نفس المثال 100، إذا كان قيمة الـ A 100 أقدر أختبر الـ A، هل الـ A مساوية assignment الـ 10؟ يعني الـ A هي قيمتها 100 هسه، يعني 100 assignment ويا الـ 10، مو ممكن لقيمة الـ 10 assignment، لاحظوا دبل يساوي وليس يساوي واحد، assignment هنا يعني مقارنة ما بين الاثنين، واضح؟ عيال مكثر الدخول والخروج ما قاعد انتبه للرسائل مالتكم، بس اخلص انا افتح لكم الوقت هذا الاسئله. كمل الاف كونديشن قبل ما ادخل الفور لوب اعيدا ونبدا نسال الداخل بيناته. الاي ايش قد قيمتها هنا؟ الاي قيمتها 100، بعد ما عاين للاي شو عاين انه الاي؟ عاينها قيمتها 100، ابدا اقارنها اقول ال 100 هي assignment ويا ال 10؟ طبعا حسب احتياجك للسؤال، هذين مثالات امثله تقريبيه. الاي assignment لل 10 هي مساويه لل 10؟ لا ما مساويه، فأكيد هاي العبارة شبيهة ما راح تتنفذ. else if A assignment لل 20، else if A assignment لل 20 أخذناها طبعا بالحضور، شرحت لكم اياها اللي هي أكبر من أول، يعني امتياز وجيد جيد جدا. else if A assignment لل 20، لا أكيد هي قيمتها زي ما طيحنا 100، فإذا هي مو assignment لل 20. شو يطبع لك؟ لك الكونديشن الاكسبريشن الستيتمنت اللي انت تريدها، اي عباره تتوقع بين سنجل كوتيشن معها، اي عباره تتوقع. else if A assignment لل 30، A هي 100 assignment لل 30 مساويه لل 30؟ لا اكيد مو مساويه، راح يطبع لك انه قيمتها مو لل 30. والاخر نستمر الدور الى 30. else احنا قلنا 10 20 30 ثلاث عبارات، طبعا عندنا اكثر من عباره، نعم else if واستمر. else شو قلنا؟ عدا هذني برنت يطبع لي انه هي مو غير العبارات السابقه none of the value or matching، يعني غير العبارات السابقه والعباره الحقيقيه هي هالقد. اذا انا الشرط مالتي تحقق انه 10 20 30 او اقدر اقول له 50 60 70 مساوية ذن القيم إذا تثبتهن، وإذا ما مساوية إلهن else هن عدا هذن الشروط الثلاثة، إذا قيمة الفاليو هي إيش قد؟ اطبع لي
لو نلاحظ النتيجة راح تطلع لنا، طلعت لنا العبارة الأخيرة على اعتبار قيمة الأي مطيها 100. لو فرضا قيمة الأي مطيها 10، راح يجي هنا يقول لك اف الأي أساينمنت في العشرة. نعم أساينمنت، ايش راح ينفذ يا شرط؟ ينفذ لنا الشرط الأول وتطلع لنا العبارة value of الأي is 10، ونخلي وياها قيمة الأي. بالأخير أكيد احنا ايش راح نطبع بالأخير؟ نطبع بالأخير ننتقل للسؤال اللي بعده أو العبارة الأخرى اللي هي الـ the nested if statement، يعني التداخلات بين الـ if. يعني نريد ندخل if بطن if. قبل شوية سوينا if وش عداها يعني أكثر من expression، لا احنا نريد ندخل هنا if بطن if، يعني شرط بطن شرط، يعني يتحقق الشرط الأول يا الله يتنفذ الشرط الثاني. يعني بين قوسين and، نقدر نقول ان او نقدر ايش نسوي؟ اف داخله اف اخرى. شلون راح ندخل هنا اف الكونديشن؟ نقول له اف الاول وحده اكسبريشن بنفس الطريقه، اذا كانت ترو طبق لي اف الثانيه، اذا كانت ترو انهي المساله انت. شلون راح نطبقه؟ بمثال اكيد. فرضا عندنا قيمتين، قبل شوي اذا تلاحظون انه قيمه واحده وبدينا اختبرناها بالاف، قيمه واحده وبدينا اختبرناها. وإذا كان عندنا قيمتين كنا نقول له يلا نقدر نمشي الحال. هنا عندنا قيمتين، أي هي 100 وبي هي 200، نريد نختبرهم. نقول له اف الأي assignment 100، هي الأي assignment 100، إذا تحقق هذا الشرط شو تعطيني؟ إذا تحقق هذا الشرط دخل لي اف الثاني. شنو اف الثاني؟ البي assignment 200 حسب القيمة. واطبع لي قيمة ال rent value of 100، اطبع لي اياها دور end end. إذا ما تحقق عندي طبعا أكيد بعدها ايش اعطي؟ اعطي قيمة ال A واعطي قيمة ال B بهذا الترتيب. راح اجي شوف ال value of ال A is 100 and ال B هو طبعا اعطيت اياها تمام؟ is 100 ال B is 200 اكزاكت الواقع مالتنا اوف فاليو الاي، ايش قد قيمتها الاكزاكت اللي مدخليها احنا؟ 100 للاي و 200 للبي. هسه ارجع لهم واحده واحده. هذا اللوب تراي، اللوب تايب هسه ندخل عليه الفور لوب. قبل ما ندخل للفور لوب نرجع للاف كونديشن من البدايه. كم دبل يساوي عندكم يساوي واحدة، الفرق ما بيناتهم. نجي ناخذ نعيد المثال، عندنا قيمة اياد درجته، نريد نختبر انه هي جيد جدا، امتياز جيد جدا، جيد ومتوسط ومقبول وعداها. راح نجي نقول له ندخل قيمة اياد او قيمة اي طالب، نجي نريد نختبرها. اول قيمة اكيد هي زيادة نسبة النجاح من 50، راح اقول له اف الاي هي الساين مثل 50 فرضا، بغض النظر عن الباقي هي اكبر او يساوي وكذا باقي الشروط. نقول اف الاي اللي هي قيمه اياد هي مساويه لل 50، اذا كانت قيمه اياد ماخذ 90 فرضا فهي مساويه، لا فشكل اقول له اطبع لي عباره انه هي اذا كانت مساويه، اذا كانت مساويه يعني اذا تحقق الشرط، يعني في حال تحقق هذا الشرط اطبع لي هاي العباره. يا عباره تعال شوف برنت، استخدمنا داله البرنت فانكشن برنت الاف، اطبع لي عبارة value of a is هاي 10 سلاش ان هي قيمة العشرة او قيمة الخمسين اللي انا اريدها هنا ايش قد اللي اساويها، يعني من 50 بين قوسين، واخلي فارز هنا صغير هنا واعطيه قيمة الاي بدل ما اخليها بالاخير. وضحت؟ اعطيه سلاش واعطيه قيمة الاي. الدور اجي اختبرها مرة ثانية else if، شو اقول له؟ else if اذا كانت الاي assignment لل 60 شطني اطبع لي قيمتها از شقد؟ متوسط قيمتها، متوسط تمام. نجي الدور وراء ايلس اف اذا كانت قيمتها الاي assignment المن لل 70 اطبع لي اياها واعلي قيمة الاي هي جيد.
اي هاي العباره لازم تطبعها عشان تتحقق غير تفتهم المقابله تفهمها. هاي العباره شوفها لازم نطبعها، هاي برنت الاف لازم نطبعها 100%. هذه بس للتوضيح، اللي تشوفون هاي 100%، هاي 100% بس للتوضيح، يعني يوضح لك انه هنا تتنفذ الشرط. هنا اقول لك هاي تنفذ الشرط، فاطبع لي العباره التاليه، نفذ الشرط فاطبع لي العباره التاليه والى اخره. عداهن نقول له انه هو ضعيف، عداهن نقول له ضعيف. وضحت ان شاء الله. اذا كانت عندك شرط واحد تاخذ الاولى، اذا كان عندك شرط واحد وإرث عدد عبارتين تاخذ اول شرط، اول اختيار، واذا كان عندك اكثر من شرط فتاخذ الخيار المتعدد. زين، عندكم بعدها اللي هي الاف النستد، الاف النستد يعني معناه متداخل. عندنا اكثر من شرط اريد احققه، انه يتحقق الاول يلا يتحقق الثاني. مثلا اقول اني ما اقدر اعتبر اياد ناجح، ما اقدر اعتبر اياد ناجح اذا ما ينجح درسيا، ما اقدر اعتبر اياد ناجح اذا ما ينجح درسيا. فاقدر اول قيمه اعطيها فكون لازم انه ناجح بدرسيا، فقيمه الاي هي تمثل مثلا على الدروس نانا اثنين، فرضا اي هي تمثل على الدروس اثنين، فاقول له اف الاي هي السالمة الاثنين، يعني هو على الدروس الناجحين لنا اثنين. اذا تحقق هذا الشرط نفذ لي الشرط اللي بعده، اف البي يساوي لي هالقد، طلع لي المعدل النهائي مالته. وضحت؟ او مثلا اعطيه باس، اعطيه نجاح. واضحه لهنا طلاب هذا الامثله؟ اذا انا خليتهم بالارقام، انتخبت الارقام، امثله الارقام انه جدا بسيطات، اقدر انتخب لكم اياها بالمعادلات الرياضيه اللي انتم تحبوها. اذا واضح حتى ننتقل الى الفور لوب اللي ما عنده سؤال. اذا واضح هذا الاف ستيتمنت حتى ننتقل لللوب تايبس، ومن بعده الاسبوع القادم ان شاء الله نبدا بالاكزامبلز، حتى ندخل بعد على الاكزامبلز، ندخل على الامثله، نكمل بس اللوب نستنت وندخل على الامثله الاسبوع القادم بحوله تعالى. لازم ندخل امثله بعد ما عندنا وقت. ما حد عنده سؤال بعد؟ واضحه؟ خير قدامك، خير ان شاء الله قيامك. نستمر عليه. اللوب تايبس عندنا فد عباره معينه هو معناها، عندنا قيمة، هذه القيمة أو كونديشن، عندنا شرط بنشوف هذا الشرط ريده يتكرر أكثر من مرة. مثلا كم مرة أنا سويت if else if if else if، يا الله قدرنا نمشي. إذا أختبر أدي أطلع قيمة، مثلا لو أدي أسوع كلمة علي أدي أكررها فد مليون مرة، على مود أطبعها بالطريقة الكلاسيكية، على مود أطبعها بالطريقة الكلاسيكية شو أسوي لها؟ اضطر انه اطبعها، اقول له برنت علي علي سبيس علي سبيس علي علي، اظل اكتب مو؟ اقول لك اكو طريقه اسهل اللي هي اللوب. اللوب شو يقول؟ يقول يا بدخل لي قيمه كانت انتم، فرضا راح ادخل له قيمه اريد الكونديشن مالته علي، راح اقول له يا بفتر لي من، قلنا احنا مليون، اقول له من واحد افتر لي الى مليون فور اعطي متغير فيربل اي، وهذا المتغير اي قل له فور قل له فور بهالطريقة هذه، أنا بنسول صفحة خارجية فور قل له الاي شو يساوي لك؟ يساوي لنا واحد كذا 800. نقول له فور الاي واحد الى 100 راح يفتر، يفتهم انه انا الدفتر 100 مره. شو بدي اقدر افتر؟ اقدر افتر 100 مره. شو اطبق لي عباره هنا؟
اتطبق كونفت كونديشن معين، اقول له برنت هنا راح استخدم علامه تايز اف برنت. نكتب شوي نحس هنا مثل الكيبورد اف برنت، هنا كلمه برنت اختصرها واقول له بين قوسين سوي سنجل كوته، واقول له مثلا هاي كلمه علي اريد اطبعها. سد السنجل كوتة وسد القوس. شو راح يسوي لي هنا؟ راح يفتر 100 مرة من الواحد إلى 100، ويفتر شو يسوي لي؟ يبدي يطبع لي قيمة علي. طبعا أكيد هنا بالأخير شو عندنا؟ عندنا كلمة end صح؟ الـ end من صح. فبديتها بلوب، بديتها بلوب، وهذا اللوب بديته من i يساوي لنا 1 الى 100. هذا الاي شو يمثل لهذا الاي؟ هذا فيربل متغير، يعني اقدر اغيره بكيفي، اخلي i j k l m، ايش قد عندكم حروف تقدر تخلي اي حرف سمول لتر كابيتال لتر هو يقوم لك العداد يحسب. يفتر 100 مره، يا خيار يطبق لك يا بهاي المره راح يفتر 100 مره. يفتر يطبع لنا يا عبارة، يطبع لنا عبارة كلمة علي. ناخذ مثال، هذا الفلو شارت اللي امامكم. ليش خلينا اخر شيء انت؟ نهاية كل شرط لوب كونديشن لازم نخلي ان على مود يفتهم البرنامج انه اني انتهى خلص، وما راح يبدي عد واحد يوصل لهنا يلقى هنا ايش راح يخزن بالاند، يخزن العبارة القيمة مالته. يرجع شوف ايش قد قيمة الاي وصلت، اي واحد جت واحد هنا، رجع صارت اي ايش قد؟ اثنين. اثنين رجع هنا لقاها واحد خلاها اثنين، ويستمر اثنين من واحد الى مية الى ان يخلص. شوف المية هنا وصلت قبضت المية، بعد ما اكو يطلع يسوي اوت، يجيب قيمة المية طبقها هنا يقارنها ويا المية الاولية اللي هنا والاند، يطلع اوت يخلص. وضحت؟ هاي الاند إيه عليه من احجان على الاند. واضح الاند شنو فائدتها؟ تكرار. لوب معناه تكرار، احنا ما ناخذ هالشيء بالعربي اسمه لوب، معناه تكرار، نريد نتكرر في الحاجه نريد نكررها نسوي لها تكرار لوب. يفتر فالشيء يرجع لنفس مكانه، يفتر يفتر ويرجع نفس المكان، يفتر ويرجع نفس المكان، لوب يصير في حلقة مغلقة، قسم حلقة يصيحوا لها، قسم اللوب يصيحوا لها حلقة. حلقة تكرارية، قسم يصيحوا لها حلقة تكرارية. واضح؟ أنواع اللوب، أنا شرحت لكم إن أنا في شيء بسيط. أنواع اللوب، عندنا الوايل لوب، عندنا نوع اسمه الفور لوب، وهنا راح نستخدم الفور لوب. عندنا النستد فور لوب اللي هو ندخل، شلون دخلنا اف بطن اف؟ نقدر نخلي فور بطن فور، يعني يتحقق اللوب الاول يدور اللوب الثاني. اذا كانت عندنا حلقات تكراريه واحده تعتمد على الاخرى حسب ما انت تحتاجه بالعمل مالتك او لحل المعادلات اللي تريدها. اول وحده الواي لوب طبعا احنا بس نستعرضها اللي هي ريبيت ستيتمنت، تكرار العبارات اما لجروب اوف ستيتمنت ويل جيفن كونديشن از ترو. ظل تفتر ما طول الكونديشن ايش بيه متحقق، ما طول ظل تفتر اللوب العباره ما طول الكونديشن او الشرط متحقق. بشكل تيست كونديشن بيفور اكسكيوت ذا لوب بودي، فور يصير داخل فور. نعم بس شنو؟ بس فور يصير داخل لوب، هي اللوب نستد او حتى شنو لوحتها شنو لوحتها. انا ما اشرح لكم يعني مو من ضمن السيلبس مالتكم، فانا على اللوب ركز تركيزه على اللوب، فما ادوخهم بالواير لوب. واصلا ما دخلت بالمعادلات لو تلاحظون، بس دخلت على الفور لوب اصلا حتى ما طرقت لهنا. بس بدي استعرض لكم اياها، خاف تقولون
ما مرينا وما عرفنا انه من ضمن الاقوى. يلا الكيس ستدي ليش انا اخذت لكم اياها بالاف كونديشن؟ كيس ستدي انا هم ما اخذت لكم اياها الكيس، كيس من مجموعه الاف كونديشن بس ما موجود بالسيلبس مالتكم. انا قد ما كان انا بدي اجاوب وياكم حتى نمشي، انا ما ارد اعرف شيء ما فاهمين. الفور لوب هو اكسكيوت ا سيكونس اوف ستيتمنت، هو تنفيذ عبارات سلسله من العبارات مالتيبل تايمز في نفس الوقت او متعدد الاوقات. اند ابريتيفز ذا كود ذا مانج ذا لوب فيريبلز، احنا عندنا مجموعة عبارات أو مجموعة معادلات اللي نطبقها بنفس الوقت أو أكثر من وقت، بنحتاج إلى اللوب على مود ينفذ لنا إياها. النستد لوب قلنا هو مور لوبس، مو ون ون لوب، وين هو كاتب أور مور يعني مرة واحدة أو أكثر، أكثر من لوب متداخل مع بعضها البعض. مرات ثلاث لوبات نحتاج إنه على مود ينفذ المعادلة، طبعا ثلاث لوبات قلاد لحاسبة قوية الله ينفذها، فدائما نستخدم اللوبات الاثنين. لا لا إسراء بالعكس، اسألي أي واحد عنده سؤال، ما أدعبر مرحلة إذا ما تفهميها، بس ضروري إنه تنفذين. أي واحد عنده سؤال يقدر يتداخل ماكو مشكلة، ما أدعبر صفحة إذا ما تفهموها. هنا صفحات أنا أشوف المحاضرات قدر الإمكان أسمها قليلات، اللي عنده سؤال يتداخل وياي أثناء المحاضرة ماكو مشكلة، يكتب ما فهم راسا يكتب لي عليها انا اجابه. لو اذا ما اريد اجاوب اقدر ما اقرا الرسائل. وضحت الانستنت لوب هي معناها اكثر من لوب. الفور لوب يسالون خاص طلاب، من تجي الرساله انا سؤال الطالب يجينا على الخاص، انا ما يطلع عندكم فانا اشوفها انتم تشوفوها. وضحت؟ طلاب اللي يكتب الدور مسج خليه يكتبه على العام حتى الباقي يشوفه، اللي عنده مسج خليه يكتب لي اياه على العام. لو نجي وايل لوب هنا قلنا الفور لوب عرفنا انه يعني لا تقول كليك ايمن على العام مباشرة اكتب، يعني لا تكتب على الخاص، شلون تكتب على العام رأسا مباشرة اكتب، ماكو ارسال رسالة كليك ايمن تنظر او تضغط على اسمي وتدز رسالة، فلا تسوون هذا مباشرة كتبوا على العام. انا فاتحة ما غلط يعني على جروب واحد. النستت لوب قلنا لوب متداخل، وهذا اللوب المتداخل نست لوب هو you can use one or more loops. ناخذ مثال فرضا هي ما عندنا ما تبقى شيء المحاضرة حتى نستخدم التنفيذ العملي، ننفذ اللي اخذناه بشكل عملي. فور لوب راح ناخذ مثال هو فور اندكس اللي هو قلنا variable راح ناخذه هنا، وين القيمة مالته الفاليو بروجرام ستيتمنت العبارة اللي بنخليها و n. فرضا عندنا 4 a يساوي لنا هو من 10 الى 20، قلنا اذا اريد نسوي مقدار زيادة شو نخلي؟ بين ذني هم نقطتين شارحة ونخلي مقدار الزيادة f برنت ال f value of ال a وحطينا قيمة ال a. شو راح يسوي هنا؟ يعني هنا لو تلاحظون اي ما عرفته فوق، وين عرفته؟ انتبهوا اي عرفت داخل اللوب، وين عرفته؟ عرفت داخل اللوب عبارة عن اي يساوي لنا 10 الى 20. قد راح يفتر برأيكم هنا؟ احسنت، واضحة مقدار الزيادة واحد هو، لان انا ما حددت له مقدار الزيادة، فتلقائي اللوب ايش قد ياخذ مقدار الزيادة؟ ياخذ مقدار الزيادة مقدار واحد. لو تلاحظ النتيجة مالتنا ايش راح تكون؟ انا قلت له value of الـ a راح يطلع value of الـ a ويا كل مرة، وش قلت له وراها؟ قلت له slash n وعطينا قيمة الـ a، فارزة اعطينا قيمة الـ a، كل مرة راح يفتر
كل مرة راح يفطر ايش راح يسوي؟ راح يجي يزود الاي بمقدار واحد ويستمر، يعني هو هنا اللوب تلقائيا هو يزداد بواحد انكريمنتال، الاي باللوب يصير انكريمنتال يعني بشكل زيادة، انكريز انكريمنتال بشكل زيادة تلقائية، يعني اي بلس بلس يشتغل زيادة مقدار واحد او حسب الزيادة اللي انت راح تعطيه اياها. يجي الاي اول مرة ياخذها قيمة 10 طبعها، دور اي اجى لهنا ايش قد لقاها 10، رجع للوب هي مو قيمتها 10 هو 20، فيزودها ايش قد بمقدار واحد وينزل ايش قد صارت 11، يزودها بمقدار واحد وين ايش قد ينزل صارت ايش قد 12، هذا 12 بعد ما وصل ل 20 يستمر الى ان يوصل ل 20 يطبعها، وراه ايش يسوي؟ ما يلقى بعد يوصل 20 هو عند 20 يطلع يسوي اوت بعد ما يطبع، تمام؟ واضح اللوب ان شاء الله، فور لوب واضح طلاب. انا المحاضرة الجاية ندخل على اللوب ستيتمنت ونكمل اكثر امثلة على اللوب، انه شلون نسوي عبارة اظهار، شلون نسوي رسم يظهر، شلون نرسم قيم باستخدام الفور لوب، والدور نبدا نعشق ما بين الفور لوب والاف كونديشن واكسبريشن اذا كان عندنا اكثر، اذا كان عندنا مصفوفات شلون نتعامل وياهن، شلون نستدعي اللوب مالتهن والى اخره. مثلا نريد نقرا لنا صوره، راح تفيدكم انتم بالسكيورتي بالتشفير بالكذا الى اخره بالسنه القادمه ان شاء الله. ذني الاف كونديشن والفور لوب والدوال اللي اخذناهم كلهن الفانكشن كلها حتستفادون بهن بمشاريع تخرجكم. لهنا انا اكو طلاب عنده سؤال للفور لوب. محاضرتنا القادمه ادامه لهذه المحاضره وتكميل الفور لوب واكثر امثله ناخذ على اللوب والدور ندمج ما بين الفور لوب والاف كونديشن. اكو واحد عنده سؤال طلاب لحد الان؟ هسه راح افتح لكم نافذه، هسه دقائق انا بعدني ما خلصت اخلص المحاضره، ما عندكم سؤال حتى انهي المحاضره وابلش الدور ياكم التطبيق العملي. ما عندكم سؤال واضح؟ شكرا جزيلا وشكرا لحسن اصغائكم، نلتقيكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.